مخنوق اتكلم بقى كاتمة بتموت ما تخليش حاجة تقهرني خليني احس ان انا ليا لازمة قول بقى اللي انت قافل على نفسك بقفل هتتكلم اتكلم عليه يوسف توفيق والموت انا توه اقول قبلها اتكلم عن زمان احكي اللي انت عايز تقوله بس طول عمري كان نفسي اخش كلية هندسة ودخلت بس ما كملتش ليه؟ امي فجأة تعبت كنا عايشين كويس اوي مع بعض صرفت عليا وكبرتني بعت صيغتها عشان اخش الجامعة لغاية لما وصلت لسنة تالتة وكل حاجة اتكعبلت فجأة وقعت دخلتها مستشفى امراض نفسية وما فهمتش ليه كل ما ازورها كانت تقعد تصرخ وتغيب عن الدنيا. ليه؟ حاولت افهم لكن الدكاتره توهوني بكلام ما فهمتوش. ولما قالوا لي اللي انا ما كنتش لازم اعرفه حسيت كاني سيف نزل على رقبتي. جريت طاير على اوضتها. وقبل ما اوصلها كانت انتحرت. قطعت شرايينها. وابوك كان فين؟ وازاي تسوها توصل لحالة زي دي؟ انتي الوحيدة اللي تقدري تفهمي. كانت بتشتغل نفس شغلانتك دي بس. شغلانتي؟ عشان كده لما جيت هنا أول مرة مرضتش تنام في الأوضة؟ أنا مفكرك بيها؟ وأنت كارهها؟ أبوك ما صنعهاش ليه؟ سابني وخلع. فتركبها الغلط لوحدها احنا بني ادمين حد فينا سليم انا حاسه بيك عارفه ان حملك تقيل بس انسى بقى وسامحها حتى لو سمحتها أغلب الزمن اللي بيمرشوا في القبور بيتحكموا في حياة العايشين ناوي على إيه؟ بحس ان انا من الفرحة بخاف لا يعدي الوقت
كان حلم يا ريته ما يخلص بعد ما شفته، بعد ما بقى في ايديا خلاص عشته لمسته. انا مش ممكن اضيع يا باشا. أمرك يا باشا. حضر شنطتي وابقى عند معاليك. مين الباشا ده؟ رئيس الشغل. عندي شغل بالليل. الدولة عادل لما بتشغل حد في وظيفة مهمة وخطيرة وحساسة بتعمل عنه تحريات دقيقة جدا عشان تضمن ولاءه الكامل. مفهوم سعادتك. أنا أعرف أبوك وأمك عشان كده اخترتك. طبيعتك مناسبة لشغلنا، يعني مستقبلك معايا. من حسن حظي يا باشا. ما تحاولش تعرف أي حاجة أنا مش عاوزك تعرفها. تمام يا باشا. احنا لينا شغل مهم وخطير في الصيد، ولينا رجالتنا هناك. العملات الأجنبية الموجودة هناك مصدرها السياحة وتحويلات الصعيدة اللي في الخارج. شوية منها بتروح البنوك، لكن بقية الحصيلة بتكون عندي أنا اللي بشتريها. عاوز تعرف بشتريها ليه؟ إذا حبيت حضرتك نعرف. لا كفاية عليك كده. أول عملية ليك هتبتدي من أسيوط وتنتهي في أسوان. دي أوراق جايز تلزمك، كارنيه إنك شغال في شركة السياحة، رخصة العربية، جواب بالمهمة اللي أنت طالعها. مفروض إنك هتسلم العربية لفرع الشركة في أسوان. واضح؟ واضح. مش أول ما توصل أسيوط هتبتدي شغلك، هتسلم لفة فلوس مصري وتستلم لفة أو علبة دولارات. هتسلم مقفول وتستلم مقفول. قبل ما تدخل أسيوط وعلى الطريق هتلاقي يافطة. أسيوط ترحب بكم. في الميعاد المحدد هتلاقي اللي بيرحب بيك. سوهاج، هنا، الأقصر، أسوان، نفس الحكاية. عند اليافطة. حاجة واحدة بس اللي هتتغير. كلمة السر. وفي أسوان هتاخد تعليمات ترجع إزاي. واضح؟ في إيه؟ كان لازم أشوفك قبل ما أسافر. أسافر ليه؟ أنا معايا 3 مليون جنيه ولازم أهرب بيهم. تهرب فين؟ الدنيا ضيقة وأنت عريان بالفلوس دي. الدنيا واسعة. إزيك تاني ما تتكلمي؟ أتكلم أقول إيه؟ عايز تهرب من مين؟ أنت مش قده.
بص ايدك رجع له فلوس وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. تكلمي عن مين؟ اللي انت اخدت منه 3 مليون واللي رماني بسكتك عشان احوط عليك وتبقى تحت عيني. تشتغلي مع السحرة؟ ناوي تشتغل مع ابن الكلب ده؟ والعربية اللي باظت والبطارية اللي فاديت والفيلا بتاعت الواد الخليجي والحب كلهم عارفين ولا تلاقي حمار؟ تستعميني؟ انت عدة شهر بلاش. ما تنساش ان الكلب ده انت كمان بتشتغل معاه، ولو بمثل ما كنتش قلت لك وكنت بلغته ان انا جايه قبلك. ما فكرتش ان انا ممكن اخاف زي ما انت خايف ومرعوب؟ ما فكرتش ان انا ممكن اسلمك ليه؟ ما تسلميني. اسلمك؟ يبقى انت مش عارف انت عملت فيا ايه. لو عليا انا ما عنديش حاجه اخاف عليها غيرك. لما شفتك قلت يا بنت رأي ظهر وزرن ودعيت ربنا يكتب لي الشفا على ايدك. عايز تهرب؟ وما تقوليش انت رايح فين. يلا 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 قبل ما يصحوا يجيبوك. عادل انا وانت في مركب واحد. عايزين نفتح محفظه جديده يا خالد. بكام المره دي؟ 3 مليون. حلوه الزقه دي يا استاذ عادل. حضرتك محدد هتشتري اسهم قد ايه؟ الحقيقه لسه حتى ما اخترتش الشركات. طب بص، احنا هنمضي اوردرات على بياض عشان نامن بيهم، وبعد كده الشركه تشتري لك على مهلها. ما عنديش وقت، لازم اسافر اسكندريه كده فتره. انا عايز اخلص الحدوته دي كلها دلوقتي واخد معايا العقد بتاعي. اوكي، هات الفلوس واديني نص ساعه. تمام يا باشا. المندوب بتاع سعادتك ما وصلش، مفيش ولا عربية عدت بالمواصفات اللي معانا، احنا متابعين الطريق من اول النهار. لبست وعد اليوسف توفيق وخدت فلوسك، حقي وزياده شويه. على فكره انا طيرت كمان 10 دقايق. انت هتموت، مش هيكون لك شهاده وفاه. انت اذا اعترت عليا مهما كنت بعيد انت تحت ايدي. انا عمري ما خسرت قضيه ولا حد هرب مني. ما بلاش بقى الكلام الخايب ده. انت عشت عمرك في المباحث كلها تعمل ملفات للناس، ولما سبت قعدت تفتش فيها. حظك الوسخ ان انا لقيت ملفك. انت عارف ان ماليش حاجه في مصر غير ماضي وسخ مش عاوز اعرفه. ابويا وامي وراحوا. فلوسك هتعمل مني بني ادم جديد. الاغبياء دايما طايرين بنفسهم. ده النوع بتاعك. بس انا فرحان انك حاسس بفشلك. هنشوف مين فينا الفاشل يا ابن سوسن. انا معرفش انت فين دلوقتي. بس لو جنبك مرايه بص فيها هتعرف مين فينا اللي فشل. من ساعة ما طلبته يجي لك يا باشا ما شفتش وشه، وانا نفذت اللي طلبته مني. ما ودعكيش قبل ما يسافر ولا اعرف انه سافر. ضربتها ليه يا عرنوس؟ عشان وقعت في غرامه وكشفت نفسها قدامه، واكيد عرف انها عين عليه. ظلمتها يا عرنوس، ظلمتها. اذا كان ضحك علينا وخدعنا هلومها على ايه؟ ما تزعليش ما تزعليش، الفلوس هنا في مصر حتى لو كان مين ما عديش المطار بثلاثة مليون. هيرجع اول ما فلوس تخلص. هيرجع، ولما يرجع هنعمله استقبال ما يحلمش بيه. حتى لو استخبى في خن هجيبه. لازم اعلمه ان الحي ما يقدرش يهرب مني الا بالموت.